قناعتك الشخصية كمدرب في هذا المركز بالتحديد إذا ما قارنا بين أسامة وصفاء وأمير وحتى أمجد عطوان؟ نعم. من تفضل كثنائي لهذا المركز؟ أنا أعتقد أمير اليوم هو الأبرز. الأبرز أمير. الأبرز من ناحية إحنا طلبت لقطة بداية الشوط الثاني للأخ أحمد، بس أحمد داروا جراح من عندنا هسه موجود. يعني شوف عملية نسميه تحول عكسي لأمير. حالة من نسجل هدف، على فكرة هو سجل هدف وصنع هدف أيمن وصنع. دطيني قبل لا أعطيك اللقطة، من تفضل إلى جانب أمير؟ إلى جانب أمير؟ يعني إذا أسامة وصفاء وأمجد عطوان. أنا أفضل من أمس قلتها، أنا أفضل زيدان يكون معه. زيدان محور ثاني، أفضل حل لل هذه عملية تحول. أرجع اللقطة من البداية. شوف قراءة مهمة جدا وعملية. شوفوا هذه لم تحصل بالسابق، يعني دائما نشوف لاعبين ارتكاز استاذ علي ما يقومون بعملية الفولوينج أو نسميها المتابعة. دائما يشاهدوا وين، دائما منزوين أو دائما كريمين على المدافعين. اليوم حالة جيدة أنه تكون عندك كرة شاملة وهجمة، على فكرة هجمة مميزة عشان تصير جول. هذه من الأشياء اللي ذلك الأمير العماري اليوم أنا شاهده هو الأميز كتوازن بالحالة الدفاعية والحالة الهجومية. عندما أتكلم عن صفاء اليوم ما عنده شيء اسمه حالة هجومية، يعني مجرد تنظيم وسط الملعب. أما أمير فأنا أشاهده ما شاء الله يعني موفق جدا. زين،